السيد هذا ملي جيت ولهذا راه انا ماشي انفعلت، انا كنفعل فعلا لما تداس كرامته. الانسان ينتقد يكون نقد، اي انتقاد انا قبله نقد، ولكن هذا السيد قبل ما شوفي لاحظت قبل ما نبدا في الكلمه قال لك نقطه النظام. فاش نقطه النظام؟ مازال ما بدات الجلسه. اذن هذا جاء لاثاره الشغب، فهمتي؟ جا وانا عارف اللي جا لإثارة الشغب، انا عارفها وعارف اللي كيدفعوا وعارف اللي صيفطوا. هذا الشيء ماشي معقول. هذا الا قبلتوا هذا الشيء هذا، انا اذا كنت انا هذا هو المشكل،
الا كان نجيب الوزن نجيب الوزن يسهل. انا كنقول لكم ماشي انا امامكم اقدم استقالتي. انا الكرامه ديالي لا تهان. الى الاخوان الله يرحم والديه اتكلم معكم اغلبيه ومعارضه. إذا كنت متفقين مع هذا النوع ديال التعامل خمسين هذا السيد كيسب فيا كيحاول يشعل عليا الناس. انا سيني وتكلمت معاه وتعاملت معاه معاملة ديال الناس ولكن ما بغاش يرجع الطريق ما بغاش يرجع الطريق وكيوري لي انا 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 كنت برلماني 18 مرة 18 سنة ويجي هو يولي لي انا القانون لا اصدق للباطل وها هو بدا. هو الله